والتعليق صور الأهل من الأطفال والأقارب والوالدين في البيت. لا يجوز تعليق الصور في البيوت، وهذا يمنع دخول الملائكة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن البيت الذي تكون فيه الصورة أو الكلب أنه لا تدخله الملائكة، وإذا لم تدخل البيت الملائكة دخلته الشياطين، صحيح، وتسلطت الشياطين على من في البيت وآذتهم. ولذلك ينبغي أن يحرص المسلم وأن تحرص الأخت المسلمة على إبعاد الصور، كذلك إبعاد الكلاب عن البيوت حتى تدخلها الملائكة. والملائكة إنما تدخل البيوت بالرحمة وبالسلام، وحتى لا تمنع هذه البيوت من دخول الملائكة، لأنها إذا منعت من دخول الملائكة أصبحت لا تدخل الملائكة، فإنها ربما دخلتها الشياطين وآذت وأضرت أهل البيت بإذن الله عز وجل. نعم، أحسن الله عليكم.